التعرف عليه من خلال شكل الفقرات. كيفاش راح نفرقوا بين اللوح القاتل والنوع اللي ما يهمش؟ النوع القاتل هاو تشوفوا في الصورة، هاو نحسبوا الحلقات تاعو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شوفوا بلي الحلقة الرابعة راهي مربعة الشكل المكعب اللي عندي مربع، شوفوا مربع، شوفوا هذا النوع الأسود عنده الحلقة الرابعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة ثاني مربع الشكل، الحلقة الرابعة مربع الشكل، والسم يحط الجزائر كاين حوالي 43 نوع من العقار. لو كان نجو لهذا النوع مثلا، شوفوا هذا النوع، هذا النوع شوفوا الحلقة الرابعة تلقاوها مستطيلة الشكل، هاي في الحلقة الرابعة تلقاوها مستطيلة الشكل. إذا هذا النوع هو عنده نفس اللون كيما هذا العقرب، ولكن هذا النوع غير قاتل. هذا النوع اللي نلقاوه بزاف في شمال الأطرار، في الجنوب والشرق، على بها